حكاية التضخم دي على شو قاعدين نحكيه مع نهاية شهر مايو 2024، نحكيه على مستوى التضخم شبه مستقر 7.2%. تحديدا يمكن مش نحكيه شوية على الأسباب، شنو هو بالضبط اللي يفسر مستوى التضخم هذية والتطور بشكل من الأشكال متاحة. أكثر تفاصيل مع ضيفنا أستاذ الاقتصاد حبيب زيتونة، مرحبا بك. عسلامة أديم، شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا على قبول الدعوة المداخلة. آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء تقول الرقم اللي كنت نقدم فيه 7.2%. خلينا نبداو مبدئيا، كيفاش الساعة تقيموا أستاذ حبيب زيتون؟ هو تونس عرفت من 2022 أكبر معناتها موجة متاع التضخم من عوام 80، وصلت النسبة اللي هي معناتها ريكور في فيفري 2023، فاتت 10%. المستوى ذا ما عرفناهوش في تونس من عام 1984. من وقتها 10.4% بدات التضخم يهبط بشويه بشويه، حتى لانه وصلنا للنسبه اللي هي 7.30%، اللي نسبه مستقره على الشهر اللي الفارط، اما تقعد تسمى مرتفعه نسبيا. معناتها ماهمش في تونس، الاقتصاد التونسي مش معناتها مستانس، مش متعودين تبدا عندنا النسب عاليه نتاع التضخم كيما هكا. بون، نجم تكون معناتها اكثر حاجه لا موفيز نوفيل اللي هي التضخم نتاع المواد الغذائيه، معناتها المستوى الاسعار نتاعهم تزيد، واللي اكثر من 9%. هو كانت اكثر قبل ما توا مازالت معناتها وعاده ترتفع تدخل للشهر هذايا، معناتها الطبقات الهشه تبدا عندها تحسها اكثر، خاطر في الاستهلاك نتاعها هي معناتها نسبه المواد معناتها اللي تستهلكوا المواد الغذائيه اكثر من الطبقات الاخرين، وهذيك النسبه المرتفعه. ده يغنق مسيرش. خلينا نفكروا بالرقم فيما يخص المواد الغذائيه، خاطر في شهر مايو 2024 نحكيه على 9.7% مقارنه 9.2 بالنسبه لشهر افريل 2024. ديما نحكيه على المواد الغذائيه، مش نحكيه على مستوى التطور بتاع النسبه. المواد الغذائيه معناتها هي كانت ارفع مرتفعه اكثر من هكا، اما الشهر هذا معناتها هبطت في اللي وصلت ل 14%، هبطت الشهر اللي قبله بعد معناتها الشهر هذا عاودت طلعت، واللي هي حاجه معناتها اجتماعيا معناتها مع الاسف معناتها ماهيش بون نوفيل. النقطه الثانيه اللي هي الانرجي، اللي هي ارتفعت الاسعار نتاع الطاقه واللي هي عندها علاقه مع بالنقل، توا نزول نقصت النسبه هذيك، معناتها اللي هي بور لانستون فما استقرار في الاسعار على الاسواق الدوليه في المواد الطاقه، اللي هي ساهمت في تحسن العجز التجاري، وساهمت زاد في التقلص هذايا، اما التقلص اللي يقعد غولاتيف نتاع نسبه التضخم. انت حكيت على المواد اللي ممكن الغذائيه، فما المواد زاد كيف نفكروا اسعار المواد الصناعيه اللي هي تعطينا مؤشر زاد مهم جدا استاذ حبيب زيتون. اي هو بون، هي مواد صناعيه، والحقيقه اللي المؤشر اللي كان ينجم يكون مهم هو الاسعار، هو ارتفاع لا سامحني معناتها لي سالير الاجور. هذاك الاجور علاش؟ خاطر وقت اللي عندنا سبيغال انفلاسيونيست، شنو اللي قلق وقت اللي تولي نسميوها بوكل سالير بخي، معناتها تزيد الاسعار تنقص المقدره الشرائيه، تولي فما مطالبه بزيادات في الاجور، والمطالبه بزيادات في الاجور تزيد في كلفه الانتاج، زياده في كلفه الانتاج اللي هي باش تزيد في الاسعار من بعديك. البوكل سالير بخي هذيك نحن ما عندناش الحقيقه المعلومات الكافيه في معناتها الحينيه بالشهر بشهر باش نجموا نشوفوا الى اي مدى موجوده معناتها الميكانيزم هذا، ما ابريوري معناتها ماهوش كبير ياسر. علاش؟ خاطر وقت اللي عندنا البوكل سالير بخي تولي فما نسميوها معناتها انكماش اقتصادي، تاثر تولي انكماش اقتصادي ومع التضخم، وهذاك اللي نجم يكون صعيب الجيستيون تاعو. علاش ملي قاعدين نحكيو جوستومون على فكره الانكماش الاقتصادي منذ فتره رغم هذا؟ اي توا عندنا معناتها انكماش، نجم يكون هذا ما عندناش الحقيقه دي بخوف
معناتها اللي هو موجوده البوك هذايا اللي فما علاقه بينات زياده في الاسعار زياده في الاجور وانكماش اقتصادي. اما معناتها اما هو موجوده اللي معناتها راهو فيه اللي فما زياده في الاسعار كبيره ريلاتيفمون مازالت كبيره و بيرسيستونت معناتها ما حبتش تهبط ياسر للمستويات الاخرين. بون بعد نقعدوا نستناو معناتها لان لا كيستيون هي شنيا، هل انه البنك المركزي باش يمشي في سياسه توسعيه اكثر والا لا؟ هل يعتبر ان الضغوطات التضخميه هذه مازالت كبيره دونك ما يمشيش في سواء سياسه توسعيه اللي تخص نسبه الفائده من شراء ولا القروض وتسهيل في معناتها لي كريدي بونكير، والا لا العكس البنك المركزي يعتبر انه الانكماش الاقتصادي اليوم اهم ممكن معناتها بالكروسونس 0.2% بالكروسونس في التريمستر الاول اللي هو ضعيف، قال انه يمشي اكثر في سياسه توسعيه معناتها نقص في نسبه الفائده اللي هي باش تسهل الكريدي بونكير اللي هو ينجم يعاون الاستثمار واما زاد الاستهلاك. ولو انه محافظ البنك المركزي وكنا حتى حكينا حول الموضوع قبل في اخر ظهور ليها واخر مداخله ليه كان يقول انه يحكي على نوع من النجاعه ان صح التعبير في تعاطي البنك المركزي او السياسه المعتمده من قبل البنك المركزي اليوم. اي فما نوع من النجاعة خاطر هو التضخم الأهم حاجة في التضخم اللي ما يصيرش دي ديغاباج راهو كي توصل معناتها فما بلدان اللي توصل 60% من غير نحكيو على المشاكل الأخرين. أما لو كان نفقدوا السيطرة على الأسعار وقتها تولي مشكلة. اليوم اللي نشوفوا فيه اللي 7% بالنسبة لتونس حاجة كبيرة، أما هو معناتها مازالت فما نوع من السيطرة. الإشكالية باش نقيموا نجاعة ولا مش نجاعة هو اللي عندنا برشا معلومات منهم حاجات اللي موجودة وحاجات لا. عندنا زادة عندنا معناتها التحكم في العجز التجاري، التحكم في العجز التجاري وراه زادة التحكم في معناتها ممكن الواردات اللي هو مهم. المحافظة مازلنا معناتها في وضعية اللي محافظين على نسبة ريلاتيفمون معناتها باهية نتاع لي ريزيرف دو شونج. اللي الدينار حتى لو كان فما دي ديبريسياسيون مازلنا في معناتها ما صارتش معناتها مازلت فما مسيطرين على الوضعية اللي هي تقعد ديما بالطبيعة صعيبة. بعد اسكو لا بوليتيك اللي سوفيزامون امبيسيوز باش نعملوا سياسه اكثر توسعيه؟ هذيك لا كيستيون الحقيقه فيها كوردينيشن بين البوليتيك بيدجيتير ومونيتير. فيها اسكو المشكل هو تو دانتيغي وكيفاش نجموا لي كريدي ولا كيفاش نجموا نوجهوا لي كريدي للاستثمار بلوتو كو للاستهلاك. كان باش نختم معاك ويمكن هو ذا يمكن سؤال ديما يتسال كما كنت ذكرت من بكري، وحتى مره اخرى باش نرجع لمحافظ البنك المركزي كان تحدث زاده على بشكل من الاشكال تعاطي بشكل اكبر مع او الاهتمام وتدخل البنك المركزي اكثر في كل ما يهم التطور والنمو الاقتصادي والانتعاش الاستثمار بشكل من الاشكال، يرجع للتعاون ذا ما بين البنك المركزي وبقيه مؤسسات الدوله. ولكن باش نمشي معاك بشكل عام، نسبة التضخم اليوم نحكيه على 7.2% كان باش نمشي لأي مواطن توقع قاعد يسمع فينا ويقول شنو بالضبط ولا أنا هي بالضبط مستويات أو مستوى التضخم اللي ممكن نقوله أنه مقبول، معناتها سين مويان عادية جدا تكون موجودة في البلاد التونسية في أي ظرف بالضبط قداش؟ هو راه أي ما فماش معناتها ما فماش النغم راهو ستاندارد نقولوا هذه هي فما دي زوبجيكتيف نتاع البنك سنترال انت والوضعيه. اما معناتها جلوبالمون ما نجموش لازمناش نفوتوا 4% نتاع نسبه التضخم، معناتها الايديال هو 2-4% خاطر زياده في الاسعار لازمه معناتها ديما بمستوى معناتها موديري اللي هي ممكن احسن من انخفاض الاسعار، خاطر انخفاض الاسعار ينجم يكون عنده عواقب كبيره على الاستهلاك. شوف الاهم حاجه في التضخم هما لي بريفيزيون معناتها لي زونتيسيباسيون، واهم حاجه هي العباد شنو اللي تخمم. التضخم يوصل لليميت نتاعو هي وقت اللي العباد ما يقولوش فما دي زونتيسيباسيون اللي راهو الاسعار باش تزيد. دونك نوليو نطالبوا ب معناتها نخلقوا اون بوكل بري سالير اللي هذيك هي اللي تنجم تكون
معناتها تنجم تكون ديفافورابل. معناتها اهم حاجه هي البسيكولوجي فينالمون، اهم حاجه اللي هو اللي هي الكريديبيليتي لا بانك سنترال، واهم حاجه هي معناتها تبدا المجتمع التونسي معناتها المواطنين التوانسه يصدقوا اللي البنك سنترالي ده عندهم ثقة في البنك المركزي اللي هو قادر على التحكم في الأسعار وقادر على التحكم والسيطرة على ليزيكيليبر ماكرو ايكونومي. هل هو الحال اليوم هذا؟ لا، هذيك حاجة أخرى. بعديك فما دراسات اللي تنجم تقول على لي زونكراج دي زونتيسيباسيون معناتها نسميوهم، ولا كيفاش العباد اللي تصدق ممكن أنتم أكثر الجورناليست شنو مانيش قاعدين نسمعوا فيك. اللي فما وخدمة بيرسيبسيون اللي فما انفلاسيون معناتها اللي وراها هو اللي نجم يكون فما مشكلة صغيرة في الصوت استاذ حبيب زيتونة، كتاش تعاود لنا الجملة الأخيرة اللي كنت تقول فيها. حاجة هي في البسيكولوجي في لي زونكراج دي زونتيسيباسيون، وقتاش التوانسة معناتها يأمنوا اللي فما اللي عندهم ثقة للبنك المركزي هو عنده كريديبيليتي وعنده قدرة على التحكم في الأسعار، باش كيكا ما تصيرش معناتها زيادات في الأجور اللي تنجم هي بدا ترجع الانفلاسيون. انا باش نختم معاك يمكن لانه في النقطه هذه بالذات على خاطر كاننا قاعدين نحكيوا على ان سيركل فيسيو بشكل من الاشكال، لانه الظروف المعيشيه صعبه، المقدره الشرائيه ضعيفه، في نفس الوقت الاسعار قاعده ترتفع بشكل من الاشكال، وبالتالي زاد يمكن لسائلا ان يتساءل ويسمع فيك برشا مواطنين اليوم يقول لك انا اللي يهمني في حياتي اليوميه اني نقدر اني نغطي حاجياتي. كي تقول اليوم انه فما معناتها اشكاليه وقت اللي كل ما تزيد الاسعار يتم زياده في الاجور تقنيا يعني نجم يمثل المشكل هذا صحيح، ولكن في المقابل كيفاش جاوب المواطن اليوم يسمع فيك استاذ حبيب زيتون؟ ولا هو معناتها هي شنو اللي يلزم؟ اللي يلزم هي النمو الاقتصادي، اللي يلزم هو الكاندو برودكتيفيتي، اللي يلزم هو كيفاش نلقاو معناتها كل واحد من شيرته معناتها كيفاش نعملوا باش نزيدوا في لي ريفوني، اللي هي ماهيش اكزاكتومون معناتها فرد حاجه هي معناتها والمقدره المقدره الشرائيه. نحن الاقتصاد التونسي مبني على لي با سالير، لي با سالير هذوكم لي با بخي بو مانتونيغ معناتها لو بوفوار داشا. اهم حاجه تولي لازمنا نلقاو اليات باش كيف نجمو نفعلوا الاقتصاد اون غولونس ليكونومي معناتها نعملوا اون غولونس لانفستيسمون في ديزاكتيفيتي في ديزانفستيسمون اللي ما يخلقوش تضخم. معناتها جو بونس مثلا للترانزيسيون انرجيتيك، لو كان نستعملوا اكثر الانرجي رينوفلابل تو نجموا نحسنوا من المقدره الشرائيه خاطر باش تتكلفنا اقل ما غير نخلقوا معناتها نجموا نخلقوا نمو ما غير تتكلفنا اكثر اون تيرم دو بوفوار داشا. معناتها فما دي كرينو فما دي اكتيفيتي فما دي بروغرام اللي لازم نجموا نعملوهم باش كيكا نجموا اون الي لي دو ما غير اون ساكريفي لو بوفوار داشا بور لا كروسونس ولا لافيرس. شكرا لك استاذ حبيب زيتونه الاستاذ في الاقتصاد. نحن مازلنا مواصلين معكم بعد شويه باش تكون عندنا جوله مع هاجر في الاقتصاد العالمي لكو انترناسيونال قبل فلاش بوكس بعد لحظات مع وليد برحومه. قدوا معنا مازلنا مواصلين حتى المساء.